قلت لكم انا جو بارلي تكنيك و سي ميساج اللي تفهموه تبارك الله انتم فوزيت دي الناس الاعلام وتفهموا قلت لهم هضر تقني ما نهضرش على المشاكل جو با بارلي دو بروبليم انا كنهضر تقني لا شنطه انتم نورمالمون الخدمه ديالكم تبحثوا تشوفوا شنو كاين كيس كيس باس باسكو سي با نورمال انا المسائل كان هضرت على الجمهور كانت تعب هضرت على التيران كانت تعب هضرت على السنتيتيك كانت تعب دونك جي ديسيدي دو نو بلو بارلي دو بروبليم جو بي افيك سكو جي لي ريكروتمون سي فري تقريبا واحد 90% ديال لي ريكروتمون انا اللي حاضر اليوم ولكن لي ريكروتمون ايزون ايتي في على حساب لو بيدجي ديال ليكيب يعني كتشوفوا الاغلب ديال اللعابه اللي جبنا دي جوغ سوا كي دي فان دو كونترا سوا دي جوغ كي نون با جوي الى سنين تقريبا الطوشي اللي كان لعب ان كون نومبر دو ماتش العام اللي فات لا ماجوريتي راه كريم بن عريف صافي دو زون كي نا با جوي اون اور كامله دونك جاسوم انا في لي ريكروتمون ومره اخرى انا جي زعما كاين جو تيغ شابو لي جوغ لان ايزون رياجي لان قلت شوف لو شامبيون ديالنا حنا تري تري ديفيسيل 3-1 رجعنا وبغينا نديرو ان كاتريام بوت مي هادشي اللي عطا الله كيما قلت لك تابع المرات لا شونس وبالنسبة لي بروبليم امور الجمال قلت لكم بان اون با سوفخيغ انا كنسمع داك ابخي داك لا كونسونتراسيون اللي درنا بأكادير كانت اون بون رياكسيون لو جروب كان مزيان اون افي اون نقول كان ان اون كومباريزون مع لي دو بروميي ماتش اون بون بريستاسيون مع اكادير كان يمكننا نربحو قلت لك اليوم هاد الماتش ديال تاع السؤال كو جو ريسبكت اخر كنت الان لو ما غنقولش لان انا قلت بان حتى لا بروميير جورني كانت عندي هي اكادير سي فري سي لين روج مي كيما قلت لك انا جو في الماكسيموم افيك سكونا كنحاول اننا لانك جيت سيغ بان غنحاول اليوم لي تخوا بوان مي بعض المرات كيجيو شي حوايج ما كتنتظرهمش كما قلتي ماشي الشوط الاول غير تقريبا واحد افو لي شونجمون اون ايتي اور خرجنا من لو جو عرفنا كيفاش لا دوزيام ملي ابخي لي دو شونجمون هذا دخلنا في الماتش سجلنا التعادل كنا في الوقت اللي كنكونوا في لي مومون فور كتجينا شي حاجه دونك سي فري لا لين روج مي هوزمون كو سي باقي حنا في لو ديبي مي كنقول لك انا ثاني مره اخرى سي يفو كونفونس قلت لي شتي خمسه ديال لي جوار عاد تكلف لي من الصباح داك الشيء حوايج ما عارفينهمش كيما قال الاستاذ ما كاينش خاصكم من حقكم تعرفوهم سيك جوغ اللي كانوا في بونتوش كامل اليوم عاد تكلفوا لي اليوم انا ما يمكنش يكون عندك بون جوغ غير ما غاتكون كوكيش ما غات دونك قلت لي بالعكس دابا اي فرقه كتشوف دابا السؤال اليوم فاش كنا في التعادل كانوا با ولا كانوا ميديوم ولا كانوا بو انا كنسولك كانوا سي تري تري با راه اوتوماتيكمون راه اكادير فاش جات ربعت بركان اي سيتي تري با ايزون جوي لو كونتر راه ماشي كنقول لك راه اي فوسا هو جوي داك لو بلوك كيفاش جامي هذاك لان من غير الناس ديال وجده اللي كنحترم بزاف وكنقدرهم هما اللي تفرجوا في الماتش ديال اكادير مع وجده الناس ما تفرجش في اكادير مع وجده تانا راه قلت لكم من الدراري ايزيتيت سيرتو لو ميليو تاع سيرتو وكيلي وفيلالي اللي نون با دون كانت هذيك لا لوغدور يقدر داك لو كومول ديال الماتش اللي لعبنا يقدر ما نقولش اسمعوا لي نقول يقدر يكون داك لو سانتيتيك اللي تبرنا فيه هذا الاسبوع يقدر بزاف الحوايج مي فريمون اون ايتي ماشي كنا فيزيكمون اون ايتي لوغ اون ايتي تقال في ليكزيكسيون وتفاجئنا هذاك الهدف الاول اللي تسجل علينا هو اللي خلانا اننا كتكون لا سيمين كامله وتخدم على ان بلون ا ملي كتسجل عليك في الاول تو ولي تخرج مي السؤال كما قال الاخ في الاول راه كانوا خدوا لك لو دو تخوا بوينت في لا بروميير بوينت دابا كنظن بان راي ماشي سؤال لا سؤال
سؤال مع عيب تاع الجمهور عيب ما عيبش عيبش نسال الجمهور لا 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 قلت هضرت على الجمهور عابوك كيفاش على الملعب عابوك حتى ما هضرتش على المدرب انا المدرب الجمهور عابك بيان حقه ما الجمهور كيطالبك باش تدفع الاستقاله ديالك وتهني المولوديه بالحفاح المطيحه كامله حقه شكرا وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.